السلوك الحيواني الذي تنشئون على رؤيته هو نادر جدا، وقد يعتبره البعض مزعجا. ترانسفال الشرقية في جنوب أفريقيا. هذه اللبوة مصابة بجرح بالغ ومصابة بكسر في الساق، وقد وضعت صغيرا مؤخرا، ضعيفة وجريحة، وفي محاولة يائسة للبقاء تركت شبلها الذي لم يبلغ من العمر بضع ساعات. أصبح مصير الشبل الآن بين أيدي قطيع من الضباع، وهي حيوانات يعرف عنها أنها لا تعطي فرصا ثانية. لكن ليس هذا هو المدهش في القصة. طلبت اللبوة مساعدة جماعتها وهي تجهل مصير صغيرها، لكنها لم تجد جماعتها. لكن ذكرين هائمين متشردين سمعا صرخاتها. قد يبدو ما سيحدث الآن مفاجئا. اندفع الأسدان إليها ليأكلها. نحن نشهد الآن أسودا تقتل أبناء جنسها. غريزة الأسد المفترسة قوية جدا، لدرجة أن أي حيوان في مأزق حتى لو كان أسدا آخر قد يصبح ضحية لعدوانيتها التي لا يمكن كبحها. وهذا السلوك الهمجي ليس معتادا أبدا، ويندر التقاط صوره.